السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. بما أنك دخلت على هذا الفيديو معناته عندك مشكلة بتعريفات الأجهزة، وبتتغلب وأنت تشتغل على الأدوات وما بتكتمل معك العمليات لأنه عندك مشكلة بالتعريفات. بيعطيك فيلد، بيعطيك أنه الجهاز غير موجود، بيعطيك يعني عندك مشكلة بالتعريفات ومش عارف تحل. فيديو الماضي السابق نزلنا آخر تحديث لأداة روم اف دبليو، وكان شرح سريع للأداة بس طريقة التنزيل والرابط، وشرحنا شرح سريع للأداة. هذا الشرح راح يكون فيه جميع التعريفات من أداة روم اف دبليو. شرحت بالفيديو السابق طريقة تسجيل الدخول، طريقة تنزيل الأداة. هاي الأداة مجانية طبعا، اللي راح أشتغله على التعريفات راح ينطبق على جميع البرامج اللي اشتغلنا عليها بالسابق. جميع البرامج اللي اشتغلنا عليها بالسابق. هنا نسجل دخول. تمام، نسجل دخول. طبعا طريقة تسجيل الدخول أنا شرحتها في الفيديو السابق. قد ما عملت كلمات سر نسيت شو الكلمات اللي بعملها. هاي دخل هيك على الأداة. وأنا هاي التعريفات اللي راح نشتغل عليها الآن تنطبق على جميع الأدوات اللي اشتغلناها. روم اف دبليو، اي اف تي، هفيدك لازم تكون منزل الايتونز، تي اف تي. لا، وهون شرحنا برضو التعريفات، فهي راح تكون شرح كامل. النوكيا، كل الاجهزه هاي راح تكون شغاله على كل الادوات المجانيه اللي شرحناها، ست او سبع ادوات في الفيديوهات. نتوجه مباشره لخيار سيتنج. بنروح من لما تفتح الأداة لخيار سيتنج بيطلع لنا هاي الواجهة. هاي الواجهة نضغط على الخيار درايفر انستول اوف لاين. هنا مجرد ما ضغطت عليها راح ينزل لك كل التعريفات في ضغطة زر واحد. نضغط عليها بالشكل هذا. نمشي خطوة خطوة راح يبلش يفتح عندك خيارات. هاي هي الواجهة اللي بتبلش فيها. مباشرة بنتوجه لخيار انستول. هون راح يبلش تنزيل. هيك بلش يعمل عملية التنزيل. راح يبلش يمشي بالدرايفرات، درايفر درايف، يعني كل تعريف على حدة. بلش بالسامسونج. بحكي لك بدك تنزل تعريفات السامسونج، يس. ببلش هون يعمل تنزيل لتعريفات السامسونج. بنعطيه نيكست، نيكست التاني. هلا شوفوا كيف الترتيب وكيف هو بيفتح لك التعريفات لوحده، يعني انت ما بتعمل غير بس التالي بالاداه، فهو بيساعدك انه انت ترتب الدرايفرات بطريقه تشتغل معك بدون اي مشاكل. ايوه، بنزل بالسامسونج. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه عشان يوصلك كل جديد. ببلش ينزل بتعريفات السامسونج. بياخد شوية وقت نزيل. أنا هاي التعريفات مجرد ما نزلت الأداة بتكون نازلة مباشرة مع ملف الأداة. فيديو سابق أنا شرحت بشكل سريع، بس حكيت حكي بس ما عملت عملية التنزيل. خليت هذا الفيديو عشان اللي عنده مشاكل في الدرايفر يدخل ويعمل، يعني ينزل الدرايفرات. يا ريت لا تنسى اللايك. لايكك بدعمني، تعليقك الحلو كمان بدعمني.
انت شايفين هيك ترى بنخلص سامسونج هيك بكون نزل تعريفات السامسونج كاملة. نعمل فينيش ننتظر بلش التعريف التالي مباشرة لوحده بدون ما تعمل اي شيء هو ببلش مباشرة. تعمل تالي تالي تعمل موافق تالي التالي. بلش هون عندك احمد يعني انت ما بتختار ولا بتفتح اي ملفات هو بيفتح لك وانت بس بتعطيه التالي. هون بنضغط فينيش وننتظر لغاية ما يفتح التيار اللي بعده بيعطيه يس بعدين التالي. وهون بالياباني بالصيني مكتوب بس بدك تكبس على الخيار. هون هاي تعريفات الاب وهاي تعريفات مهمة جدا. بعدين بتعطي اف تنتظر بعديها بتعطي التالي التالي. يعني هو بيشغل لك كل التعريفات زي ما شفت هون اعطاني صح انه خلصت كل التعريفات. كل التعريفات نزلت على الجهاز. بضل عندك انك تعمل ريستارت للجهاز بعد ما تخلص عشان كل التعريفات عندك تاخذ يعني في الجهاز تاخذها 100%. هلا في كمان خيار مهم هون لازم تعمل يعني ديسيبل درايفر. هاي لو ضغطت عليها بيعطيك خيار يس نو بتعطيه يس يطفي الجهاز وانت بتشغله. يعني راح يطفي معك كامل الجهاز وانت بتشغله بوا. هذا الخيار مهم خلال عمليات السوفت وير بيساعدك فيها. في هون خيار جوجل اللي ما حكينا عنه هون بالاداء نازل جديد نضغط عليه اجهزه جوجل هذا نعطيه يس. هذا البرنامج يساعدك تعمل تنزل التطبيقات ترفع التطبيقات لبرنامج جوجل للروت بتعمل عليه السوفت وير بتفعل اي دي بي. يعني في خيارات كامله لاجهزه جوجل. ان شاء الله راح نعمل فيديو على جهاز جوجل طريقه الفلاش كيف نعمل الجهاز فلاش بشكل كامل. هذا هو التحديث كان للأداء وأنا شرحته بالفيديو السابق وراح أترك الرابط التحميل برضو بالوصف. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.